دكتور هيثم، سعر التيكت او سعر التذكره بقى 3 جنيه، 3 جنيه ايوه. ليه غيرته؟ هو الحقيقه سعر التذكره تقريبا من 15 سنه هو جنيه واحد. الفكره بس فكره تحريك لمواجهه معدلات التضخم، يعني مفيش حاجه بقت بجنيه، لكن احنا اصرينا انه السعر يفضل رمزي ويفضل في متناول الجميع. يعني ما اظنش انه 3 جنيه اللي هي زي هتفرق. قيمه تذكره المترو تقريبا يعني. انا بس كنت حابه اعرف من حضرتك الفعاليات الاطفال، لان الحقيقه احنا ما عندناش الكثير من الفعاليات اللي بتهتم بالاطفال. حابه لو حد بيتفرج وعنده اطفال ومهتم انه يجي باولاده يبقى عارف ايه الفعاليات اللي هتكون موجوده السنه دي للاطفال. لو حد راح بأطفاله هيلاقي انه في صالة 3، ودي تعتبر الصالة الرئيسية في المعرض، في آخرها في مساحة 2500 متر مخصصة لكتب الأطفال، داخلها في مساحة معزولة حوالي 500 متر متقسمة 4 قطاعات لأنشطة الأطفال. معظمها بيعتمد على التفاعل، يعني ما هياش ندوات، ما هياش مجرد عروض، هي ورش قول وورش حكي وورش غنى وورش تعليم موسيقى، عروض عرايس، في كمان حضور لمؤلف الأطفال اللي هيحكوا كتبهم أو هيقولوها للأطفال ويوقعوها، في عروض خاصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين أو الأسوياء. نعم. يعني المسألة بتعمل لنا تقريبا 270 فعالية هيرضوا كل الأذواق وكل الأعمار، بداية من سن 4 سنوات لحد سن 12 سنة.